أحسن الله إليكم. المرسلة أم محمد من محافظة الوجه لها عدد من الأسئلة. تقول في أولها: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن من صلى الفجر وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس كتبت له عمرة وحجة تامتين، فهل المقصود من الحديث أن تكون مرة واحدة فيكتب أجرها أم لا يكتب حتى تكون على صفة دائمة؟ نعم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه مقال ولكن هذا من فضائل الأعمال، فإذا فعله مرة أو أكثر فإنه يرجى له ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من شرط ذلك الاستمرار عليه، فإذا فعله بعض الأحيان حصل على الأجر إن شاء الله، وإن داوم على ذلك فهو أفضل وأكثر أجرا. نعم.